الخير، أنا المترشح صلاح الدين بكاكرة عمادة عي سلطان غار دماء. برنامجي إن شاء الله باش يتمثل فيه، ولو أنه يعني في إيجاز أولا البنية التحتية المهترئة ومنها الطريق الرئيسي والمسالك الفلاحية ومؤسسات التعليم ودور العبادة في المنطقة، وكذلك الماء الصالح للشرب اللي هو عادة أو يعني مشاكل الناس كل في الأرياف خاصة في الريف. ثم ثانيا النظر الجاد في وضعية عمال الحظائر وتسوية وضعيات من يشملهم قانون الانتداب وغيره، وخاصة في يعني مدة عمل عامل الحظير يعني اللي ينجم يتجاوز حتى يعني 12 يوم 13 يوم يعني في الشهر، وخاصة يعني حتى في المنحة وفي شهرياتهم يعني حتى ثم بطء من الوزارة ومن الدولة ككل ينجم يخلص لكن بعد شهرين وثلاثة شهور اللي هو عائق كبير. والمساعدة الفورية والدورية للعائلات المعوزة منها وتحسين المساكن وإزالة الأكواخ وعناية المسنين وذوي احتياجات الخصوصية اللي هي خاصة في هذه في المناطق الحدودية في عمادة عي سلطان اللي في المروج وفي الغرة وفي عي سلطان في يوم الحناش وغيره. ثم ثالثا النظر في وضعية المرأة الريفية وبعض شركات أهلية لتمكينهن من عرض المنتوجات الغابية وغيرها من الحرفيين والحرفية. ورابعا دور الشباب والرياضة، وهنا يجب الاستغلال الفعلي لمركز التخييم بعي سلطان لأبناء وبنات المنطقة وبعث نوادي ثقافية في المنطقة اللي هو تقريبا غائب تماما خاصة في عمادة عي سلطان اللي كانت تعني فيها نادي شباب وفيها نادي ثقافة، توا براسك ما نعرفش يمكن 20 سنة تسكر كل شيء ما عادش كان مركز التقييم، هذاك عنده دومان آخر اللي هو للزائر السائح وغيره. وخامسا المجال السياحي اللي هي وجهة سياحية عي سلطان والفايجة بامتياز. العمل الفعلي على تعبيد المسالك الفلاحية والغابية المؤدية للأماكن المقصودة للزائر وتسهيل الإجراءات القانونية لمرور الحافلات. اللي خاصة أنا نتساءل يعني في شخص المهندس ولا دائرة الغابات اللي ثم عراقيل حتى في الحافلات اللي ما خلوهمش ساعات يعني صعبوا لهم باش يعني المرور للبارك نتاع الفايجة ولا عي سلطان إلى آخره الأماكن المقصودة بالضبط. ثم وأخيرا نداء هو للمواطنين وخاصة المتساكنين عمادة عي سلطان أنهم يتواجدوا بكثافة للأدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع باش يعرفوا يعطوا صوتهم للشخص المناسب في المكان المناسب، ونرجو من الله التوفيق للجميع والسلام عليكم.